حياكم الله مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل ما زلنا متواصلين معكم في برنامج ترحيب، وما زلنا ايضا متواصلين معكم في اطار الدوري، حيث اعلنت مؤسسه دوري نجوم قطر عن شراكه مع الخطوط الجويه القطريه تهدف الى تشجيع حضور المباريات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد بمقر المؤسسه في برج البدع، التفاصيل في هذا التقرير. سيكون بإمكان الأعضاء في برنامج الولاء التابع للخطوط الجوية القطرية الحصول على امتيازات إضافية لدى شرائهم تذاكر مباريات من موقع مؤسسة دوري نجوم قطر، وذلك بموجب هذه الشراكة التي أعلن عنها الطرفان. الشراكة بيننا وبين القطرية شراكة مميزة، وهم شريك أساسي من الأساس في الكرة عامة، حكم وجودهم مع أندية ضخمة وأيضا دعمهم للاتحاد القطري لكرة القدم. وهم لهم طبعا شراكه من زمان معنا كبارتنرشيب مع مؤسسه دوري النجوم. خدناها على خطوه ثانيه اللي هي طبعا ان ضفناهم كشريك اساسي لبرنامج الولاء اللي تابع الى اعضاء البرنامج من قبل المتابعين والمشجعين القطريين والغير قطريين اللي يتابعون دوري ومؤسسه نجوم قطر او دوري القطري بصوره عامه. فالاضافات اللي هي طبعا يقدر يحصلها او المزايا اللي يحصلها ان بناء على شراء التذاكر عن طريق الويب سايت اللي هي تخص دوري نجوم قطر بيحصل طبعا نقاط معينه، وهذه النقاط تضيف على الدرجه اللي فيها من ناحيه البرونز السيلفر والجولد، وكل ما زادت النقاط كل ما بامكانه انه هو يستفيد ويستغل النقاط لشراء كيو مايلز اللي هي النقاط القطريه، او في نفس الوقت في امكانه يحصل على جوائز من قبل دوري النجوم، في امكانه حتى انه يحضر مباريات لبرشلونه مثلا. الخطوط القطريه تدعم كافه المجالات سواء رياضية أو غير رياضية، ده بيظهر مدى الاهتمام بها، وفي نفس الوقت بيظهر مدى اهتمام الخطوط الجوية القطرية بمكافأة العملاء ذو الولاء للخطوط الجوية القطرية وذو الولاء لكيو اس ال. وينتظر أن تقدم الشراكة الجديدة مزايا متنوعة للجمهور الرياضي، فضلا عن زيادة نسبة الحضور في المباريات. وبهدف زرع وترسيخ حب الرياضة منذ الصغر وبخاصة رياضة كرة السلة خاصة، يعمل الاتحاد القطري لكرة السلة على التركيز إلى جهودهم على براعم كرة السلة القطرية، وهم منتخب الأمل اللي نتمنى إن شاء الله أن احنا نشوفهم في مباريات كأس العالم أو في نهائيات كأس العالم إن شاء الله. خلونا نشوفهم الحين في التقرير هذا ومنتمنى عبد. بالنسبة لبراعم كرة السلة عندنا طبعا تمرين يعني على طول موجودين، نزرع في البراعم حب كرة السلة، نزرع فيهم حب الرياضة، نكون الفرد نحبب في الرياضة ونحببه يكون يطلع لاعب منتخب بكرة إن شاء الله وطني. منتخب الأمل هو أمل قطر بعد 10 سنوات ولا 5 سنوات نكون كوننا فريق قطري كامل من حيث اللعيبة المواطنين القطريين. في الفترة الحالية نحب ندعم فيهم حب اللعبة، ومن ثم نعلمهم في الأساسيات، أساسيات كرة السلة. التمارين عبارة عن أسبوعية حاليا في أيام العطل. ستاف فني موجود على أعلى المواصفات العالمية بناء على ما وصلت له قطر حاليا في المستوى الدعم الرياضي والكادر الرياضي. ما شاء الله عندنا يعني طاقات البراعم في العمر ما شاء الله، يعني تبين عليهم مواهب كبيره، وان شاء الله راح تطلع منها لعيبه محترفين ولعيبه ان شاء الله تغذي الاجيال الجايه والجايه ان شاء الله، ويغذون ان شاء الله المنتخب قطر الوطني لكره السله ان شاء الله في المقام الاول ان شاء الله. المواهب القطريه اللي عندنا تم اختيارهم عن طريق لجنه فنيه
في اختيار اللاعبين بعناية بحيث أنهم يكونون أخذنا المواهب اللي في الأندية. وفي سياق آخر، يعتبر افتتاح كلية الشرطة هذا الأسبوع من أهم الإنجازات على صعيد بناء مؤسسات الدولة المتمثلة بافتتاح كلية الشرطة في قطر. وهذه الكلية واحدة من الكليات القليلة في الشرق الأوسط التي تمنح شهادة البكالوريوس. شوف معكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير ثم نعود. اليوم نحتفل جميعا بدخول أول فوج من أبنائنا لهذه الكلية، ونقول لأبنائنا بأن وطنكم في انتظاركم، كعبة المظيوم في انتظاركم. إن رسالة الأمن هي رسالة عظيمة، وشرف الانضمام لحمل هذه الرسالة شرف لا يعلوه شرف. كلية الشرطة تمنح لأبنائنا شهادة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة، ودخولهم هذا اليوم في هذه الكلية وهذا الصرح العظيم هو مفخرة لهذا الوطن. ومهما قدمنا في مستوى قيادات كلية الشرطة فهو الشيء البسيط الشيء القليل في خدمة وطننا. ونتوجه في كلية الشرطة بالشكر لسمو حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكذلك لمعالي رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني الراعي الحقيقي للإنجاح والدعم الحقيقي لإنجاح هذا الصرح العظيم. وقد توج هذا الصرح من خلال القرار 160 لعام 2013 بإنشاء وتنظيم كلية الشرطة. إننا نحن نعاهد الله سبحانه وتعالى في قيادة كلية الشرطة وجميع منتسبي كلية الشرطة في بذل أقصى الجهود لإخراج غادة المستقبل، حماة الوطن، حماة الديار، سور الحما عين الوطن. هؤلاء هم أبناء دولة قطر، أبناء كعبة المظلوم. ننتقل إلى التراث ومشاركة بلدنا الحبيبة قطر ممثلة بجمعية القناص القطري كضيف شرف في الدورة الثالثة للمهرجان العربي للألعاب والرياضات التقليدية. المهرجان نظم في المملكة المغربية بمشاركة 9 دول عربية، وحضر فريق من قناة الريان هذه الفعالية، ورجع لنا بهذا التقرير. حلت دولة قطر ممثلة بجمعية القناص القطرية ضيف شرف الدورة الثالثة للمهرجان العربي للألعاب والرياضات التقليدية، والذي يعقد في المملكة المغربية بمشاركة 9 دول عربية. وقد أكد وفد جمعية القناص أن مشاركة دولة قطر في مهرجان إفران ستكون متنوعة لما هو تراثي وثقافي ورياضي، حيث ستقدم الجمعية صورة متكاملة عن التراث القطري الأصيل من خلال تنظيم جناح متكامل يتضمن مجسمات الحيوانات التي تعيش في البيئة القطرية، إضافة إلى معرض لصور تعبر عن الهوية والتراث القطري، إلى جانب إقامة مسابقة هدد سلوبي. دولة قطر كانت ضيف شرف هذا المهرجان، صراحة لقينا كل الترحيب من الحضور، وهذا شرف لنا بعد ان احنا نكون ضيف شرف هذا المهرجان. وتعريف الجمهور في المملكة المغربية في رياضة الصيد بالصغور، ومدى عشق الشعب القطري لهذه الرياضة، ويكونون يمكن احنا عارضين بعض الصور وبعض المحنطات لبعض الطرائد الصيد،
وبعض بعض المهرجانات اللي تقام في دولة قطر. ايش المشاركة الأولى دولة قطر؟ والحمد لله طبعا اليوم شاركنا بالألعاب مثلا الموروث الشعبي اللي هو العرضة، وقدمنا عرض طبعا مبهر أبهر الجمهور المتواجد، وإن شاء الله من خلال إن شاء الله غدا نسوي فيها إن شاء الله فعاليات ثانية راح إن شاء الله نفاجئ بها الجمهور إن شاء الله. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة تنظيم ندوة علمية وورشات حول الألعاب التقليدية وعروض للفرق الفلكلورية المشاركة، والهدف من تنظيم هذا المهرجان الوطني إبراز الجوانب الثقافية والتربوية. اليوم نتشرف بحضور الأشقاء من دولة قطر الشقيقة اللي شرفونا بواحد الوفد مهم جدا، وطبعا لحضورهم يعني كعرض واحد تجربة متفردة. واليوم لما نتحدث عن الرياضات التقليدية فالفلسفة يعني خلف حضور الأشقاء العرب في هذه الدورة هي أيضا تمزج هذه الثقافات، وأيضا تعريف بأصناف رياضية تقليدية ربما ما معروفاش لهذا البلد أو ذاك، فأكيد أن هناك قيمة مضافة من خلال الحضور ومن خلال أيضا المشاركة. وتكمن أهمية المشاركة القطرية في مهرجان العرائش إلى إبراز الهوية والتراث القطري والتعريف بالعادات والتقاليد المتوارثة منذ القدم، إضافة إلى ترسيخ الموروث الشعبي والإرث الأصيل للعالم. من الدول اللي أنا تمنيت أن أزورها يا ناصر المغرب. والله أنا كذا، يمكن هي الدولة الوحيدة من الدول العربية، يمكن ثنتين أو ثلاث بعد ما جيت، إن شاء الله نجيها إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. مشاهدينا خلونا ننتقل إلى موضوع توعية، حيث تتواصل حملة كلنا نشوفك اللي تهدف إلى التوعية للفت انتباه المواطنين والمقيمين إلى القضايا المجتمعية والبيئية. نعم، هذه اللافتات يمكن الكل شاف هذه اللافتات، أو الأغلب شافوا اللافتات في الشوارع موجودة. خلونا مشاهدينا الكرام نتعرف عن أكثر عن هذه الحملة في هذا التقرير. المنظر الحضاري لأي دولة يعكس مدى رقيها وتطورها، لذلك نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني حملة كلنا نشوفك بهدف تعريف المواطنين والمقيمين وحتى الزائرين بأهمية ثقافة النظافة العامة. حملة احنا بديناها في شهر 2 كحملة تشويقية. طبعا في هالفترة يعني كان كثير من الناس يتساءلون ايش معنى كلنا نشوفك، انت لست لوحدك، ايش المقصود، من هالجهة اللي حاطه هذه الاعلانات، او يعني احنا كنا نبي نوصل الى انه نسميها حمله حقيقيه، والحمد لله وصلنا الى هذا المسمى. طبعا هي بدايه بالنظافه بشكل عام، نظافه الانسان، ولكن في الجانب الثاني الجانب الرقابي والجانب الصحي. يعني الان قاعد نقدم رسائل توعويه للجمهور ونصائح صحيه بمعنى الاصح، إضافة إلى أمور كثيرة من يعني المعلبات المنتفخة في الجمعيات، كيفية شراء الحبوب، كيفية شراء المجمدات تكون في آخر التسوق، لأن دائما المجمدات بعض الناس يجي الجمعية يأخذ المجمدات في البداية حتى أنه قريب منه. أثناء الدورة يعني في الجمعية ويتفاجأ أن الأشياء تذوب، لين يوصل للكاشير، لين يوصل للسيارة، إلى مسافة تلاقي المجمدات نفسها ذابت، يكون فيه خطورة. والحملة تركز أيضا على معالجة مختلف السلوكيات الخاطئة والتي لها تأثير سلبي على المجتمع. يوم الأعياد بعض الناس يلاقي زحام في المخصب العالي ويضطر أن يذبح في البيت، طبعا خطورة ذبح الخراف خارج المخصب الآلي. طبعا في كثير من الخراف داخل المخصب الآلي، في دكاترة بيطريين على هذا الجانب يفحصون الخراف أو حتى الجمال أو حتى إلى آخره، بحيث أن يتم إعدام الماشية إذا كانت غير صالحة. فدائما نقول لهم دائما تجنب الذبح خارج المخصب. بعض الناس يقول أنا صادني تسمم من الأكل، تسمم من الأكل طبعا جزء منها من اللحوم يعني، وخاصة غير مذبوحة داخل المخصب. فدائما احنا نحاول نذكر المواطن خاصة في مجال الأغذية لن نتنازل، يعني المواطن في ذمتنا احنا، لابد ان احنا نحافظ على المواطن، لأن أخطر الأشياء وقد تكون مميتة هي الأغذية. وإحنا طيبا في الجانب الغذائي عندنا خط أحمر شديد يعني، ولن نتنازل عنه. طبعا إحنا كحملة مستمرين لأن الإنسان نساي، فدائما توجه. إحنا الآن تقريبا 70% من اللوحات اللي في الشوارع إعلانات وزارة البلدية،
فاحنا بنقول لهم يا جماعه يعني تطمنوا، واحنا لا نقبل عليكم اي خطا، احنا مستمرين لان مصلحتنا الاولى، احنا لا نهدف لمصلحه تجاريه او مصلحه ماديه، مصلحتنا الاولى مواطن ثم المواطن ثم المقيم ثم المقيم، ودائما نقول كل المواطنين على راسنا وفوق. إن نجاح الحملة يعود في الأخير بالنفع العام على المجتمع بأكمله، بالإضافة إلى المحافظة على المنظر الحضاري والجميل لدولة قطر. وبعد هذا التقرير مشاهدينا الكرام نطلع فاصل، وبعد الفاصل نتابع فقرة السياحة بتقارير المتعددة وتقارير جديدة عن جوانب السياحة في بلدنا الغالي قطر، تابعونا.